موقع بتاعك في RRC. انا اسمي honorable دكتورة سوزان جون مدوت, رئيسة المفوضية في شمال بحر غزان. زيارتكم الانين قاعدين فوق واسه في أولوك, الهدف بتاع الزيارة شنو؟ الهدف الاساسي ان احنا جينا عشان نجي نعمل اسسمنت للوضع بتاع الفيضانات التي ضربت شمال بحر الغزال. بعد ما وصلت هنا ووقفت على الشارع وفي كل طرف الشارع ناس راحلوا فوقه, ناس جايين من مهلات بتاعت المويه, وجل الشارع الرئيسي المفروض يستخدموه ناس الماشين كداري, ناس مواطر, ناس عربات, بقى ناس طردتهم مويه هم ناس رئيسه بتاعت المفوضيه. تعليقي بقول انه الوضع بقى وضع مأساوي جدا, ويدل انه الفيضانات اثرت على المواطنين بطريقه مباشره حتى في السكن بتاعهم. ده السبب الاساسي اللي هم تركوا منازلهم لانه اتدهورت واتدمرت بسبب السيول وجو في اطراف الشوارع. المفوضيه بتختص بالشؤون الانسانيه او اوضاع الانسانيه في المنطقه. يعني احنا بنناشد حكومه بتاعت الوحده الوطنيه على اساس انه تضافر كل الجهود من اجل انغاز الوضع الانساني في شمال بحر الغزال ودعم المتضررين بصوره اسرع. هنربل شفنا منطقه بتاع أوليك اللي هنا قاعدين فوقه, هل في مناطق ثانيه زي دي متضرر في أويل؟ نعم, هناك مناطق أويل سنتر, أويل ويست, أويل نورث, أن أويل ويست, ديل كلهم يتأثروا تأثير مباشر وكبير جدا. يعني الفيضانات دي بقى شاملة, لو شفنا ما بنعرف هل ده, ما بنفرق هل ده موية بتاعت المطر اللي قاعد تنزل كل يوم ولا ده موية بتاعت البحر اللي عندنا هنا, وهم ما بحر واحد, عندنا فروق كثيرة. الموية دي جات من وين؟ أول حاجة الموية جاية من الاتجاه المرتفع للاتجاه النازل أو اللو لاند, وبرضو في هيفي رين, في مطرة كثيرة, وده السبب اللي خلى إنه السيول ارتفعت. هنربل سوزانا لما ترجع من هنا الرسالة اللي أنت بتشيله توديه للحكومة شنو؟ أنا بقول للحكومة عايزين تدخل فوري وسريع لمساعدة المواطنين المتضررين, مساعدتهم عن طريق توفير الأدوية, توفير المشمعات, وتوفير الأكل. عندك أي نصيحة بالنسبة للناس المتضررين؟ ظهر أي حالات بتاعة أمراض ملاريا, تايفود, إسهالات, يبلغوا المفوضية. إذا في أي إصابة بتاعة سنيك بايت أو عضة الثعبان برضو يحاولوا إنه يبلغوا المفوضية بأسرع فرصة. شكرا جزيلا. شكرا لكم جزيلا. سوزان جون مدود, Chairperson of RRC Northern Baragazan State. Thank you so much. Thank you. يلا يا شيخ. الله يجوري اكثر من سنه وفات, سنه وفات. يعفن ما شاء الله, شاء الله قاعد يعفن. لسه قاعدين يعفنون يعفنون. ده كله ما